خير، مين كيتصل بينا؟ برك بليده بليده، حميده بليده. مرحبا بك حميده، مرحبا بالناس البليده، مدينه الورود. وش راكم؟ وش عامل ناس البليده؟ لا غدا بك، عم كامل بخير بخير الحمد لله. وش راكي تجربي وصفات؟ وش راكي ديري؟ شويه شويه، ما مكونات مالي يكونوا المكونات ويكونوا كاين كلش عندك الوقت، على بالي بلي تجربوا، ما نخافش عليكم ما شاء الله. لا غير بخير الحمد لله. عندك وصفة حابة تشوفيها مع الشيف؟ والله ما راكم كفوين ووفيين. الحمد لله يا بي. يعني ما عندكش طبق باينك حابة تشوفيه معاها؟ قولي لها ديك الصحة في لاصوب تاع البارح، ايه تاع الحوت هذيك لاسوب، انا سمعت بها دارت ضجة كبيرة، لاسوب والبولك هذوك ما شاء الله. البولك تاع الحوت شفت جربتيهم يا دسيهم؟ شفتها صباحيات، شفناها شهاتنا كامل في صباح الشروق. انا دي قلت معوله هذيك لاسوب سوبير تاعهم. انا كنت معوله نلحق كاش ما نلقى، لكن شهاتني برك. الله يبارك يبارك فيك. دارتها هو البقلاوه، قولي لي برك على البقلاوه والقاطو هذا كيفاش؟ دارت سوكسي كاع عجبتهم هذيك البقلاوه. دا قلت لها الشيف، قلت لها هذيك البقلاوه دارت لي سوكسي بها، شتي كيفاش كانوا الاشكال؟ كانت اشكال مختلفه، احنا نعرفوا شكل تاع البقلاوه يعني لازم تجي مقروطه، لكن شاف ناديه بدلت هنا، دارت لنا الكاغي، دارت لنا طويلات، دارت صمصه، هذيك جو صمصه طويله. بدلت لنا بزاف. ولا نشكركم ويعطيكم الصحه. شكرا حبيبتي. تعيشي سلمي لي عليها، انا ما لحقتش المهم اللي جيتي ما عليش بزاف. معليش بقى على خير، نسلم عليك بزاف بزاف. اهداء يما وبنتي مزوجة هي يبلغ، وزوج تاعي ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. وخواتاتي وخالتي هي صحة. شكرا بقى على خير. نرجع لكم مشاهدينا، كنت قلت لكم قبل الاتصال قلت لكم بلي مكون واحد برك اليوم راح نديروا به كامل الاطباق تاعنا. المره اللي فاتت تعرف مع الكابويا درنا المعجون تاع الكابويا، درنا لاسوب تاع الكابويا، وزدنا درنا الخبز تاع الكابويا. اليوم راح نديروا ثاني مكون واحد راح نديروا به الطبق تاعنا اللي كيما راكم تشوفوا. راح نديروا ثاني سلطه، راني نعطيكم شنو نبيع لكم شي تسمعني شاف ناديه، نعطيكم راح نديروا سلطه ثاني، راح نديروا تحليه. وشنو هذا؟ باذنجان. راح نجيكم باذنجان كيفاش راح نديروا به ثلاث اطباق. نعم باذنجان راح نديروا به ثلاث اطباق. نستقبلوا اتصال ثاني. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكي نيفين؟ ولا غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. منين راكي تتصلي بينا؟ معكم خوله من تجنانت. تجنانت ميلا. من ميلا، مرحبا بكم. مرحبا بناس ميلا، واش راكم؟ كامل بخير لاباس الحمد لله. واش راكم نتوما؟ لا غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. واش رايك في الوصفات؟ واش راكم تجربوا؟ واش راكم تديروا؟ نجربوا ساعات ماشي كل يوم. طبعا كي يكونوا كاين مكونات في الدار ومتوفرين على بالي بلي تجربوا. واش جربتي حتى دوكا؟ قولي لي قولي لي صح، واش جربتي حتى دوك؟ جرب خبز الدار اللي درته. كيفاش خرج لك؟ خرج ولا اروع. يعطيك الصحه حبيبتي، ربي يخليك لك دوك اليدين اللي راكي تجربي بهم وديري بهم. نقصي برك لاتيلي سمعيني من التليفون، تعيشي باش نسمعوا بعضنا من فضلك. اوكي صحيت. انقطع الخط للاسف، قلت لها برك نقصي لاتيلي راحت انقطع الخط. قلت لكم مشاهدينا نذكركم بالوصفات يعني بالمكون تاعنا تاع الوصفات اليوم النهار اليوم باذنجان راح نديروا به ثلاث وصفات. كيما على بالكم مشاهدينا ما عليكم غير اتصلوا بنا، اسمحوا لي ما عليكم غير اتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. نذكركم بها 023 70 92 94 96. قلت لكم دائما نديكم دائما نبدلوا شويه، ماشي غير نقعدوا في لو بلون، نبدلوا بشويه. المره اللي فاتت ديناكم الصالون تاعنا من هنا، اليوم راني جيت لكم لهنايا وراي جات الشيف ناديه سلطانه المطبخ. وش راكي شاف لاباس؟ راكي صافا لاباس؟ يا جمالك الله يسلمك، تعيشي عيونك الحلوه. وش راكي؟ صافا، وش راكي مليحه؟ طولت عليك اليوم.
توحشتك بزاف، حسيت غياب طويل طول. تنقلي في باسنجال، قلتي لهم شحال نديروا؟ لا بياتي بيات، قلت لهم راه المكون تاعنا اللي حنديروا به الاطباق تاعنا. السنه اللي فاتت الكابويا درنا به المعجون، درنا لا سوب ودرنا الخبز. اليوم مكون واحد حنديروا به، حنديروا به بليزيوغ بلافوار. هذا واش قلت لهم، ما حبيتش نبيع بزاف. شكرا نيفين. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. اليوم كما قالت نيفين مكون واحد هو حيكون سلطان هذا المطبخ. اليوم عندنا الباذنجان غراتان تاع باذنجان، عندنا لا كونفيتور تاع باذنجان، معجون الباذنجان اللي كنتو طلبتوه بزاف، عندنا حميص بالباذنجان، وعندنا الموس تاع الباذنجان. هادو هما لي بلا تاع عندنا لونطري، وعندنا لو بلا، وعندنا التحليه تاع الباذنجان. قلت لهم حجيكم بيضه، كيفاش التحليه بالباذنجان؟ راح جام شويه غريبه، كاين حاجه يوم غريبه. ما ولفناش حنا هاد الحوايج، مي هو يديروا به كونفيتور. نشوفك بعيده شافها كا غياب. لهنايا لو بلا برينسيبال تاعنا واش نسحقوه؟ نسحقوه باذنجان. باذنجان انا لهنا كنت قليته، نقليه لهنا ماشي شرط نقليه باش يطيب، نقليه جوست باش يدي ديك البنه تاع التقليه يجيني بنين، لانه حيزيد يطيب في لو فور، دونك سي با لا بين نطيبو كامل. طيبتهم لي دو كوتي، والباذنجان باش ما يشربليش الزيت واش ندير؟ نديرو في ان ريسيبيون وندير له الملح ونخليه يطلق. بعد ما يطلق هذاك الماء كيتقلوه ما راهوش رايح يشرب لكم الزيت. نسحق لهنا كميه من الفيونداشي، عندي 4 حبات طماطم مسكرفشتهم، ما ترحيوهمش حيجيكم بزاف ليكيد مسكرفجين، باش تجيكم هاد لاصوص بولونيز تجيكم بزاف شابه. نسحق فرماج غابي للتزيين، لهنا هذا الفرماج ماشي تاع الوصفه. نسحق اون كاروت غابي، كيما عودتكم قلت لكم انا غراتان ندخل فيهم الخضر، ندخل فيهم مكع فايس اللي ما ياكلوهمش دراري باش ما يجيبوش خبر واش راهم ياكلوا. عندي حبه جزر رابيتها في رقيق، حنضيفها لا بولونيز ديالي، عندي فلفل عكري، عندي اون بيشاميل شويه خفيفه، عندي فلفل اسود، طماطم مصبره، وعندي حبه بصل كبيره. نبداو لو بلا تاع نهار اليوم. يعني هادو هما المكونات تاعنا تاع الكراتان باذنجان اليوم. فوالا الباذنجان كنت قليته شاف من قبل؟ قليته فوالا، كنت فهمتهم قلت لهم قليته، نقليه ماشي شرط يطيب، جوست نقليه يدي هذيك البنه تاع التقليه باش يجينا لو كراتان بنين. لهنايا كاين اللي ما يحبوش يقلوا الباذنجان، واش نقول لهم؟ قطعوه شرائح هكا بالطول، انا نحب نقطعوه شرائح بالطول ونخلي له القشره ديالو. واش ديروا؟ ديروه في بلا يروح في الفوق بابي كويسون، قطروا عليه غير هكا شويه زيت زيتون وديروه يتقري لكم في الفور. هذا اللي ما يحبش القليان ولا راهو يدير ريجيم ولا، باسكو شاك فوا يبعث لنا يقول لك انا ندير ريجيم نحبش ناكل حاجه فيها الزيت ايتو. لكن انا الطريقه اللي درتها واش درت؟ قطعت الباذنجان ملحته وخليه خلوه ساعه زوج سوايع يطلق كامل هذاك الماء. كي يطلق هذاك الماء نحولوا هذاك الماء وبداو تقليوه. كي تقليوه ما حاش يشرب لنا بزاف الزيت. وكاين بزاف شاف اللي كيقليو الباذنجان ينحيو له القشره تاعو، يقول لك ما نقليوهش بها، ما بعيش علاش، كل وحده كيفاش. اللي ما يحبهاش يقدر ينحيها، بصح باذنجان كي يكون صغير والحبه تاعو شابه القشره تاعو حتجي طريه يجي بنين. انا الباذنجان ننصحكم ما تشروش الحبات الكبار، يجوا فيهم بزاف الزريعه تجينا الحبه مره، نشري حبات عاديين متوسطين نديروا بهم لي غراتان ديالنا. لهنا واش ندير؟ ندير حبه تاع البصل، الحبه تاع البصل تكون معتبره كبيره، شوفوا لهنا شحال الحبه تاع البصل تاعي فيها، باش ندير بها اون صوص بولونيز. هاد الوصفه تحب البصل. لهنا اللي ما يحبش البصل، انا كنت رحيته في الخشين ما ترحوهش رقيق باش ما يطلق لكمش هذاك الماء. اللي ما يحبش البصل هنايا يرحيه رقيق ويدير كميه قليله، لكن السر في هاد الوصفه راهو في الحبه تاع البصل. الوصفة تاعنا لنهار اليوم الكراتان باذنجان كيما راكم تشوفوا فيه مع الشيف ناديه، وراهي قالت لكم السر تاع لو كراتان تاعنا راهو في البصل. انا يعني راني حابه نشوف هاد الوصفات كامل تاع لو كراتان، شوقتيني خاصه كي قلتي لاموس تاع الباذنجان. انا ما نعرفهاش لاموس تاع باذنجان، يعني دائما كي تجيبينا اطباق جديده كي نقولها لهم اطباق جديده وصفات جديده، صح اطباق جديده وصفات. يعطيك الصحه شيف. الوصفات هما يعني راح ندخلوا فيهم حاجه تجدد، حاجه ديكوراسيون هكا باش الانسان يبدل شويه وينوع في المطبخ ديالو. كيما على بالنا شاف ناديه محبوب، تحب الدريساج وتحب لي كولور وتحب لي ديكوراسيون كيما على بالنا كامل. دائما نقول لكم مشاهدينا نذكركم بالوصفات، قلت لكم باذنجان مكون واحد راح نديروا به لو كراتان تاعنا سلطه. عندنا مكالمه لكن راح نستقبلوها من مكان اخر. الو الو الو، مساء النور نيفين، واش راكي حبيبي؟ مساء النور، واش راكي حبيبتي نيفين؟ لاباس؟ لا غير بخير الحمد لله، وانت يا واش راكي؟ والله بنعم الحمد لله، مادام مع حبيبتي نيفين وها حبيبتي نادية رانا بألف خير. الحمد لله يا ربي. هذه صديقتكم الوفية دلولة من الطارف. مرحبا بك، مرحبا بناس الطارف، واش راكم؟ والله بنعم الحمد لله. الحمد لله.
نتوما لاباس؟ لا غير بخير الحمد لله. واش عامله سطارات كامل بخير؟ نعم والحمد لله. الحمد لله يا ربي. واش رايك في الوصفات اللي نهار اليوم بدنجان مكون واحد؟ يا راهي ديما في القمه ما شاء الله. عجبوك؟ يعني ممكن يعني كاين البسيطه وكاين يعني كيما نقولوا الغاليه هكا بصح راهي يعني في القمه ما شاء الله. حنا دائما نجيب لكم مكونات ووصفات اقتصاديه وكي تجونا ضياف هكا شويه غاليين ضياف ونتعاون يعني اللي عنده واللي ما عندوش يعني طبعا طبعا. يعطيك الصحة. تعرفي الملموس تاع البيدنجان؟ نعم وهو كذلك. يعطيك الصحة. راني معاك الشيف نادية تفضلي. كي تعيط حبيبتي نادية؟ الو مساء الخير. راكي حبيبتي راكي لاباس؟ مساء الانوار واش راكي لاباس؟ الله في نعمة الحمد لله. الحمد لله يعيشك. عم عاجبينك الوصفات كيما كي حابة نقدمه لك. وصفاتك دوما في القمة يعني. يعيشك حبيبتي. ويعني عندك لمسة جميلة جدا. نعم؟ عندك لمسة جميلة جدا. يعيشك حبيبتي شكرا. سعيدة بالاتصال تاعك. واش عامل الصارف؟ الصارف والله كلهم يسلموا عليك. مساءك خير. سلمي عليهم بلغي لهم كامل سلامي. الله يعيشك حبيبتي شكرا. والله دوما ساعات يعني كما نكونوا عندنا حاجه هكذا يعني ساعات نجربوا الوصفات تاعك. الحمد لله. ما كانش يعني هو الانسان يدير واش يعني كاين. فوالا ربي يقدرنا ان شاء الله هنا. الباذنجان هيجي هايل يعني جدا. انا فوالا. يعني دوما نديرو لازم نديرو في المسخون بالملح ومن بعد كنقليه. فوالا ايه باش ما يشربناش بزاف الزيت. ساعات يكون فيه شويه المراره هكا. يكون فيها المراره قلت لكم ما تشوش الحبه الكبيره هذيك الحبه الكبيره بزاف تكون فيها زريعه حجينا مره. ايوا ساعات نديروه في الماء والملح ومن بعد كينقلوه يجي باهي. فوالا ما يشربناش بزاف الزيت. ايوا وساعات نديروه كيما نقولوا في الفرينه ومن بعد كنعقبوا العظام ونقليه. ديريها شغل بيني سي سا. كيفاش كي حابك شو وصفه نقدموها لك؟ والله وصفتك كلها في القمه ما شاء الله. شكرا يعني. حبيبتي. شكرا. يعطيكم السلامة نتمنى ان شاء الله عام سعيد وكل عام وانتم. امين يا رب. امين يا رب. امين. عاملات قناة الشروق بدون سنتنا من السيد الحارث من الحارث للسيد المدير. شكرا حبيبتي. كثيرا كثيرا. احنا نحبك. احنا نحبك. يعني كاش نحكي معاكم ولا حاجه والله نحبكم كثيرا كثيرا. شكرا حبيبتي. احنا نحبوك بزاف بزاف بزاف. شكرا على اتصالك. هذا من ذوق ربي يعطيكم نتمنى ان شاء الله. امين يا رب. سعيد مع السلامة. شكرا. على خير. لهنا نكملوا نقلوا البصل تاعنا مليح حتى يدبل لنا باش نديروا لا فيونداشي تكمل تتقلى مع البصل. وانا نرجع ليك شيف نادية الغياب بعدت عليك بزاف هاني رجعت ليك. شكرا. واش راكي شيف؟ صافا انت ياكي مليحة. نعاود نسقسيك عن قرب واش راكي؟ صافا الحمد لله سوال عليك نبيل. الحمد لله حبيبتي. هاني جيت منا باش نشوف الوصفة عن قرب ونتمتع بها كما تتمتعوا بها انتوما كما تشوفوها. لهنا واش درت؟ درت حبه تاع البصل درتها دبالت شويه نورمالمون نقليها مليح لكن انا مقيده بالوقت ماذا بيا نربح شويه الوقت باش نكمل الوصفات الاخرين. ندير لا فيونداشي تاعي تتقلى لي لهنا ناخذ لك نيفين فرشيطه طبعا ماشي نقلي لهنا لا فيونداشي تاعي مليح مع البصل ما كانش لا معليش هذه نطلب نعيمه باك تجيب لنا مغرفه وتجيب لنا فرشيطه من فضلها. لا فيونداشي نطيبها غير هكا بالفرشيطه باش تجيني مفتوحه ما تجينيش لاصقه في بعضها بعد. ونخليها تتقلى لي مع لا فيونداشي. لهنا راني حندير اون صوص بولونيز. شوف هاد لاصوص يقدروا يديروها لي بات؟ اون جينيرال ماشي هذه هي تاع لي بات، لي بات فيها الرند فيها الزعتره. لانه دوك كي يسمعوا يقولوا بولونيز يقولوا هذه بالك نقدروا نديروها. هذوما سي دي صوص كامل بولونيز. شوف راح نجيب كل وحده واش نديروا لها اضافه نديروها لي بات. وهذه حنديروها الباذنجان. هذا الكغاتان حنديرو فاسون لازان، حنديرو دي لازان بالباذنجان ماشي بليفات. لهنا هذا الكغاتان يشبه لا موساكا، ما كاش اختلاف كبير بين الموساكا وال هذا الكغاتان، لكن انا هذا الكغاتان سميتو لازان تاع الباذنجان. راكم تشوفوا لهنا اني نحرك في اللحم تاعي باش يجيني طايب على حبه ما يجينيش يطيب لي كوم اون بول كومبليت. طيبته لهنا باش يجيني مزربع كيما نقولوا. روحوا معاه غير بالعقل بالفرشيطه حتى يتحل لكم مليح. نخلي البصل لهنا يدبل لي شويه ومن بعد نضيف هذه الحبه تاع الجزر. الحبه هذه تاع الجزر حد مد لكم بنا لهذا لاصوص او ميم طون اللي ما ياكلوا لهمش ولادهم الخضر ماهمش حيفيقوا بلي هذا لاصوص فيها حبه تاع جزر. لهنا حبه تاع زروديه كبيره سكرفشتها في الرقيق
سكربجوها في الرقيق باش طيب لكم، لانه هاد لاصوص ما حاش طيب لنا بزاف ولا حنا مرقوها ولا دونك نسكرفجها في الرقيق باش طيب لنا فاسيلما. تسمى لوغات نتاعنا تاع البيدنجان شاف واش درنا ولا لاصوص عندنا لها حبه بصل سكرفجا في الخشين لانه الطعم تاعها كاع راهو في الخشين فوالا، واللي ما يحبش يقدر يستغنى عليه، لكن البنه والشام راه ماشي يستغنى عليه، راه به في الرقيق ما نقدرش نستغنى عليه فوالا. لازم البصل جو دير بلي يديروه في الرقيق ما يديروش في الخشين، ونديروا له لا فيون داشي تاعنا ونقليهم، نزيدوا لهم زرو ديال مسكرفجاه ثاني في الرقيق فوالا. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه انتيا. هنا خلوهم يتقلاو حتى يدبل البصل، لانه في الاول ما خليتوش دبل مليح، راني مقيده بالوقت، خليوه يدبل مليح حتى يشرب لي سوكر تاع داك اللحم والبصل يطلق الماء تاعو ايتو، باش نضيفوا الطماطم. الطماطم لهنايا سكرفشتها ما ترابيوهاش حتى تطلق لكم الماء بزاف، انا جو بريفير نسكرفجها باش لا كونسيستانس تاعها تجي شابه، ماشي كيما نرابيوها كيما نعرفوا كيما نرابيو لا طوماط حتولي لنا ليكيد، لكن انايا سكرفشتها. نخلي هذا العصوص هنايا. الباذنجان قلت لكم كنت قليته هكا شرائح، نتوما قلوه كيما تحبوا ولا ما تحبوش القشور، بيان سور نحوا لهم القشره ديالهم. يقدروا يديروا دي روندال كان يحبوه دي روندال بيان سور، يقطعوا كيما يحبوا. انا جوست كي حنديروا غراتا حيجيني شباب، انا قلت لهم حندير هذا على شكل لازان، وليو نديروا لي بات حنديروا الباذنجان في بلاصه لي بات. حبيبتي نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور، واش راكي؟ ولا بنت الحمد لله، وانتم معايا ولا غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله صافي كيما قال واحد عام وحنا يا ربي يا ربي. راكي معنا اليوم وراكي نورتينا، منين راكي تصلي بينا؟ منوره بنوركم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي، حتى حنا منورين بكم باتصالاتكم. نسلم على ناديه ونقولها ما شاء الله بساطتك في اطباقك. شكرا حبيبتي، واش راكي لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يعيشك الحمد لله. وجهك ديجا كي تكوني طيب البساطه بلا الاطباق تاعك. الله يسلمك حبيبتي، شكرا. والله غير ما شاء الله ما شاء الله يعيشك. نورتونا ونستونا وكل حاجه زعما جات في وقتها مع هذا المرض اللي رانا فيه. الحمد لله. الحمد لله يا ربي انا معاد بينكم. ما شاء الله كيف كيف ورده. يسلمك. ما شاء الله. يسلمك تعيشي. شكرا. تحياتي بون فتيحه من شرشال. مرحبا بك حبايب ناس شرشال، واش راهم كامل بخير؟ والله الحمد لله عليكم كاع. والله غير بخير. وكاع راكم ونستوهم انتوما. سلمي لنا عليهم كامل كامل، انت راه حالفك الحد ونورتينا بالك وما حكموناش، سلمي لنا عليهم كامل. وانما انا نسوفري مع التليفون باش نحكم. على بالي على بالي ماشي سهله. باذن الله باذن الله نحكم من سيدي نحكم يوميا. على بالي ماشي سهله، قلتها لكم قلت لكم لازم تحاولوا 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 ما تقطعوش الياس. ما تقطعوش. ياس وتصلنا وسلامي ويعطيكم الصحة ويحفظكم إن شاء الله. آمين يا ربي ويخليكم لينا إن شاء الله. من الشعب الجزائري كله يدعي بالرحمة لأمي ثانية يعني لعجوزتي رحمها الله مات هذا الوباء. ربي يرحمها إن شاء الله تكون أهل الجنة. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يا ربي إن شاء الله يا ربي يعطيك نبقى على خير حبيبتي. شكرا نبقى على خير. ما نتمنى ما نديروا لي حتى طبق خاطركم تفيتوا وفيتوا كل أطباق. الحمد لله. عندكم. الحمد لله كان انا دايركم كامل واش تحبوا تشرف لينا وفخر شاف كنا عارفين بلي الناس كامل تحبوا. ربي يحفظكم وبارك الله فيكم والله يعاونكم ان شاء الله يا رب. نسلمك بقى على خير. سلامي لحاليكم صحيتي. نرجع لك الشاف ناديه نرجعوا للعصوص تاعنا. من زمان ما درت والو، اني خلي فيها تدبال، قلت لكم خلوها تدبال حتى يدبل هذاك البصل لا فيون داشي طيب، هذيك لا كاغوت ثاني مسكرفشتها رقيقه باش طيب لكم، باش نديروا لا طوماط. لو كان نديروا لا طوماط على البصل هكا كيكون ما دبلش بيا، كي نكونوا ناكلوا حنلقاو هذاك البصل شغل ماشي طايب. دونك دو بريفيرونس على بالي كامل ما نحبوش نلقاو البصل هكا كي في الماكله، دو بريفيرونس نقليوه بيا حتى يكاراميليزا شويه باش نديروا لا طوماط، لانه كون نديروها حيولي يقعد لنا هكاك خضر. باذنجان قليته ومن بعد نكمل الوصفات الاخرى. ندوز لهم الحميص تاع الباذنجان. تفضلي. نعاود نقلب هذا الغيسيبيون صغير، نورمالمون هذا الباذنجان يدخل مليح في الماء، لكن معليش. كي دارت له الماء والقارص. نو ماشي الماء والقارص. شنو هذيك الترونش؟ بون انا نحطو تاع برك، ما نقول لهم شنو دايره فيه. لهنا نروحوا للحميص تاع الباذنجان، هذا الحميص بزاف بنين. قلت لك هما ديمونداو بزاف اطباق بالشوفلور والباذنجان، دونك انا خيرت هذا لو منيو تاع نهار اليوم باش نديرو به بزاف وصفات. لهنايا الحميص واش عندي؟ عندي ثلاثة حبات فلفل، درت حبة حار وزوج حلو، لا تحبوا الحار بزاف ديروا ثلاثة حار، لا ما تحبوش كامل حار ديروهم كامل حلو، لكن الوصفة تجي غير بالفلفل حار، أنا درت زوج حلو وحبة حار.
عندي ثلاثة حبات باذنجان بيان سور شويته لهنايا. انا كي نشوي ما نغسلش الخضره، نغسلها من قبل، نشفها نشويها. كي نشويها واش ندير؟ نحكم كيس بلاستيكي ونحي به كامل هذوك القشور باش تقعد لي هذيك الريحه تاع الفومي لو غو هذاك فومي تاع الشويه. عاودينا هذه الطريقه كيفاش ديريها في الساشيشة؟ على بالي كامل على بالي. كي نشوي نحطوا الخضره تاعنا، طبعا هذيك على بالي بها، نحكم هكا بالساشي ونحي هذيك القشره يفما الحبه تاعي ما نمسهاش كامل، نقيها. شوفوا هاي لك شغل غسلتها انا ما غسلتهاش باش يقعد لنا داك لو كو فيمي تاع الشويه. يعني عندي ثلاثه حبات باذنجان مشويين، ثلاثه فلفل مخلطين ما بين حار وحلو، وثلاثه حبات طماطم مسكرفتين. عندي لهنايا حشيش ونعناع، الحشيش والنعناع حيمدوا ذوق رائع لهذا الحميص. عندي هذا الحار للتزيين، عندي زيتون كوبي هذايا اخضر، وعندي سته سنينات تاع الثوم. لهنا نجيب مقله. تفضلي. صبري اتصال. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله، وانتيا؟ لاباس ولا الحمد لله. الحمد لله. منك تصلي بينا؟ من باتنا من جوست الوراس ام الشمول. مرحبا بك، مرحبا بناس باتنا والوراس شاف باتنا. بك بك يعيشك اختي. واش راكم؟ واش راكم ناس باتنا بخير؟ والله لاباس الحمد لله. السؤال عليك تي ولا غير بخير؟ كاش برد؟ كيفاش راكم؟ البرد غير هو ولا غير البرد داير حاله، لكن وقته الحمد لله. الحمد لله كما قلت انت هو وقته. واش ديروا نتوما؟ لا غير بخير، رانا مع الوصفات كيما راكي تشوفي، انا مع الباذنجان. ربي يعيشكم. ايه واش ديروا نتوما؟ لاباس؟ لا لاباس. تفضلي معك الشاف ناديه. بالخير. اهلا بخير، واش راكي؟ صافا لاباس؟ صافا وانتي كي مليحه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يعيشك. واش راهم ناس باتنا؟ لاباس. ولا عليك في الامل. كاش دهان، كاش خشوخه، كاش والله غير كاينه. يعيشك. بيك يسلمك اختي. يسلمك. كاش ماكي حابه وصفك؟ ما جربتي الوصفه تاعنا؟ والله غير جربت خبزنا لاجينواز، جربتها. نجحت لك؟ اي نجحت لي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. انا شويه قعدت في يلا قالوا يومين ولا ثلاث ايام. ان شاء الله غدوه نديروا شويه وصفات تقليديه، وبيان سور نهار ثلاثه نديروا حصه خاصه بيناير. هاي ديروا لنا شويه كاش عادات التقاليد تاعنا. ان شاء الله. وانت شاكي مع ولا طيبي؟ والله غير حنا عاداتنا مخشوقه. نديروا شويه مرزايم ولا مشكوك كيما نقولوا حنا مشكوكه. اها. وجديد نديروا بربوشه بالدجاج تاع العرب ولا مخشوخه ولا واش جات. يعني حاجه تقليديه، حاجه كما قلت لك تقليديه وتعقدم. نهار الثالث ان شاء الله نديروا الخلطه الشرشم. ان شاء الله. هذا حنا ثلاث ايام ولا اربع ايام حنا نعقدوا نديروا. اه بصحتكم. الله يبارك. مصابنا معاكم. والله غير انا معاكم. يعيشك. مرحبا والله غير مرحبا. يعيشك حبيبتي. اجواء رائعه تكون عندهم في البيت اربع ايام وانتم ديروا. العاده لازم نديروا العادات تاعنا. اوي لازم العادات. ايه لازم. يعطيك الصحة ولا غير شاهيتينا، وربي يعطيكم صحيحتكم ويقدركم. امين امين. شكرا على اتصالك حبيبتي، وان شاء الله اتصلي بينا نهار ثلاثة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بقى على خير. سمين على كامل ناس باتنا. سلمك بيك في الامان. سلمك. بقى على خير. نرجع لك شاف ونلو للوصفة تاعنا. عجبتني تاع ثلاث ايام وما دايرين حالة. عجبتني ولا غير شهتنا شاف. احنا من غدوه نبداو الحفله معنا. نبداوه. خلاص ان شاء الله. نوعدكم غدوه ان شاء الله نبداو الوصفات، لكن بقاو دائما اوفياء لانه اليوم الثلاثاء ان شاء الله نهار ثلاثاء راح يكون عدد خاص باليناير. وصفات يناير نزيدو نقولوا لهم نخلوها مفاجاه. لا خليها مفاجاه. خليها لكم مفاجاه مالا ما نقول لكمش، لكن راح يكون عدد خاص باليناير، راح تشوفوا حاجات جد حاجات رائعه. احنا ماذا بينا يعيطوا لنا ويقولوا لنا واش يديروا شحال يديروا في مدينه القبائل يديروا دي بلا سبيسيال. كي سمعتي في الشرقات كيديروا البلاستيكات، كاين اللي ما يديروش، كاين اللي في الغرب يديروا الشرشم، كل واحد والعادة التقاليد تاعو. ماذا بينا تعيطونا تعطونا كامل اللي زيدين نسيو نسرقوا لكم شويه منهم باش نطبقوهم هاد الايام. احنا ماذا بينا نديروا لكم كامل الوصفات، كامل كل منطقه نجيبوا الوصفه تاعها كيما دارت لنا الشيف من قبل، وصفه اللي كانت جابت شويه منا شويه منا شويه منا وجابتها لنا هكا باش ترضي كامل وتعجبنا كامل ونتعرفوا عليها. ماذا بينا احنا تتصلوا بينا تقولوا واش راكم معولين ديروا، واش ديروا العادات تاعكم، واش تحضروا، واش ديروا نهار السهره نهار تاع يناير. ماذا بينا نتعرفوا على كامل العادات والتقاليد تاعكم. ما عليكم غير تتصلوا بينا على الارقام الدارة اسفل الشاشه اللي نذكركم بها 023 70 92 94 023 70 92 96. نرجع لك شاف ناديه. لهنا درت بعد ما تقلى لي البصل المليح وهذيك لاكاغوس درت هذوك الطماطم ونخليها تطلق الماء تاعها شويه. كنت درت الملح لهنايا باش يطلق لي الماء
السما هذيك البصل يزيد يطيب ليه. شوف شتي قالت لنا ام الرزايم راه غير صحي فرحانه لاني وصفه نعرفها. اه فوالا طاقتها ما تعرفيهاش هذيك بيزا. لو كان قالتها لنا وحنا ما نعرفوهاش والمشاهدين تاعنا ما يعرفوهاش كما درتي انا شنتي نقعد نقول واش هاد الام الرزايم اللي حيديروها طبق تقليدي ما نعرفوهش. لهنا درت طماطم مصبره واش ندير؟ ندير شويه تاع الماء. هي هاد لاصوص ما يديروهاش الماء لكن انا كي درت لها الحبه هذيك تاع زروديه لازم ندير لها شويه ماء باش طيب ليه. الا ما درتوش زروديه ما ديروش الماء، خلوا اللحم يطيب هذاك الماء تاع الطماطم والماء تاع البصل. لهنا كي درت الحبه تاع الجزر ندير واحد الفنيجيل هكا برك تاع ماء باش هذاك الجزر يطيب ليه. ما نديرو لها شويه ماء ما نمرقوهاش. نعم ما نمرقهاش هاد لاصوص ما تمرقش فيها الماء. الماء تاع البصل يتلق لا طوماط تتلق. انا علاش راني حندير شويه تاع الماء باش الجزر برك يطيب ليه. صحيتي. شاف البارح قالوا لي لا سوب خرجت رائعه. واش من سوب؟ لا سوب اذا تابعت صباح الشروق. اه بزاف هايله صح. المتصله سمعتيها كي اتصلت بنا المتصله الاولى؟ لا لا ما سمعتهاش كنت نقلي في الباذنجان. المتصله الاولى شافت البارح العاده تاعك شافتها ما شاء الله. نزلنا لكم بعد الفاصل القصير كيما خليتونا نزلنا لنا مع لاصوص تاعنا تاع لو غراتان. لهنا واش ندير؟ دوك ندير العكري الفلفل الكحل ندير هذاك الفنيجيل تاع الماء ونخليها طيب لي ومن بعد نجوز للمونتاج. نيفي نعطيني برك لابيشاميل. طبعا كنت نشوف في البيشاميل راح تدفق. نسيتي نسيتي يعطيك الصحة. لهنا بيشاميل كنت حضرتها باش نربح الوقت. واش درت؟ درت زوج ملاعق تاع مارغارين ماني، زوج ملاعق فارينة وندير لهم ملح وفلفل الكحل. أنا لابيشاميل ندير لها الملح وفلفل الكحل كي نكون ندوب في الزبدة مع لافارين باش تجيني بنينة. كيما نعرفوا من داك لابيشاميل نديروها جينا سامطة. أنا واش ندير؟ هذيك الفارينة نملحها وندير لها الفلفل الكحل ونقعد نقلي فيها مليح مع هذيك الزبدة. كي ندوب لي هذيك الزبدة واش ندير؟ نضيف كاس تاع الحليب ونقعد نحرك بعد كي يتحلوا لي هذوك لي كغيمو باش نزيد كاس واحد آخر تاع الحليب. لهنا لابيشاميل سحقها شوية خفيفة. شوفوا لهنا حليت فيها ان كاري تاع فرماج بلون باش تجيني بنينه وزدت لها جوز الطيب. لهنا سحقها شويه ليكيد راني خليتها خفيفه لانه حندير بها غراتان. كي تسحقوها خفيفه خلوها تزيد تجمد لكم شويه. نخفل عليك شويه شاف درتي لها فرماج خفلت عليك دقيقه لحظه خفلت عليك. حضرناها من قبل في الكواليس نسيت على بالك. خفلت عليك لحظه في الكواليس رحت وخليتك. صح. شوفوا لهنا ما كثرتش الماء بزاف غير باش هذيك الزروديه طيب لي. ثاني شوف لا نزيد نيفين نعرف صافا خلاص نديه نزيدي شويه صافا. قلت لكم لهنا غير باش هذيك الحبه تاع الزروديه طيب لي ما تقعدليش كما نقولوا تغزغز في الفم. واش ندير؟ ندير فلفل اسود. نعطيك ملعقه صغيره تفضلي ولا نقول لك اصبري اصبري انت تحبي هادو. ها ملاح هادو اللي زيتيت تعيش هادي سنوك. هنا فلفل الكحل والعكري. هاد لاصوص ما فيهاش بيزي بزاف عكري جوست باش تجينا حمراء وفلفل الكحل. صحيتي. درتي الملح؟ اه درت مقبل قلت لك درتو باش البصل هذاك يطلق لي الماء ديالو يعاونني باش يطيب لي البصل. كيما نعرفوا الملح اللحم جامي نديروا له الملح في الاول باش ما يعصرناش لكن انا هذا كي تقلى شويه باش درت له الملح باش يعاون لي كي نديروا الملح مع البصل حيتلقوا لنا الماء يعاونني باش طيب لي هذيك الحبه تاع الزروديه. نخليها لهنا تزيد تغلي شويه ونطفي لها. راهي بريسك واجده فيوندا شي ما فيهاش. نروح ونجوزوا للمونتاج تاع الكغاتا ديالنا. لهنا نروحوا للحميص. واش درت؟ عندي لهنا شويه زيت درته في المقله. عندي 6 سمينات تاع الثوم نديرهم مع 3 حبات طماطم كبار. طماطم لهنا كنت ربيتها تحبوا ترحوها ارحوها. واش ندير لهنا؟ ندير ملح فلفل اسود ونخليها تتقلى لي تتقلى مليح حتى ينشف هذا الماء تاع لا طوماط. فلفل اسود والملح شكرا. ملعقتي العجيبه ملعقتك العجيبه راهي هنا كي شتك طليبك عارف بلي كتحوس عليها. لهنا هذا الحميص ندير له الملح والكحل في الاول تسمى الطوماطيش نمدوا لها البنه باش ما تجيناش صامطه. لهنا راهم 3 حبات طماطم. نشكر أسامة على لي ديساي ولي بلون اللي راكم تشوفوا فيهم. أسامة شنشان في الكاميرا يعطيه الصحة لي بلون اللي راكم تشوفوا فيهم. ونشكر فاروق تاني راهو يتعب معنا ولي بلون اللي راكم تشوفوا فيهم كامل وكامل ليكيب تكنيك اللي يتعب ورجل برنامج ألو شيف باش تشوفوه بجودة رائعة وعالية. أنا بدوري نشكر المخرج الرائع الفنان محمد لامين جنادي.
طبعا الفن المخرج تاعنا ما نستغناوش عليه. لهنا واش ندير؟ قلت لكم درت الثوم، درت ثلاثه حبات طماطم كنت كرفشتهم، ودرت الزيت، درت ملح وفلفل الكحل. لهنا واش ندير؟ نحركهم باش يدخل هذاك الثوم مليح في هذيك الطماطم مع الملح وفلفل الكحل، ونخليهم يتقلاو يتقلاو حتى ينشف الماء تاع الطماطم. كي ينشف الماء تاع الطماطم واش نزيدو؟ هذوك ثلاثه حبات باذنجان وثلاثه حبات فلفل اللي شويناه. نستقبلوا اتصال. الو، مساء الخير. الو، مساء النور. مساء النور، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. ولا غير بخير. سوال عليكم. يسلمك، هاي شاف نبيلة. اي معاك شاف نبيلة. الحمد لله. سوال عليك حبيبتي، وانتيا؟ راكي لاباس؟ الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله. انا فاطمة من وهران، انا باتنية. حنقولك جاني الاكسون تاعك تاع باتنة، كيفاش كتقولي لي الغرب؟ لا انا من باتنة بصح ساكنة في وهران. خيار الناس. شراكم لاباس؟ ولا غير بخير. سوال عليكم. صحتي. صرحت 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 كي حكمتكم. احنا فرحنا حبيبتي كي راكي معانا ونورتينا، وهكا كي اتصلتي بينا قولي لنا في وهران واش يديروا في يناير؟ يناير يديروا تقنطه، يديروا يشرو دوك المكسرات، يزينوا الطابله، يديروا بزاف اطباق ماشي كيما تاع الشرق. فرق كبير كبير. شكرا. يعني في الغرب يديروا اكثر من الشرق؟ لا زعما هنا في الغرب يعطوها قيمه تاع الصح تاع يناير، احنا عندنا نديروا ثاني بصح حوايجنا زعما حوايج تقليديه كي تعطي. واش يديروا اطباق تقليديه في الغرب؟ في وهران واش يديروا في يناير؟ يديروا بالكوكس، يديروا تقنطه، يشرو دوك المكسرات، يزينوا بالحنا، يديروا بزاف صوالح زعما شاف. شاف قاتلنا تقمطه واسمها؟ تقنطه، طمينه سي صح؟ طمينه. طمينه صحيتي. هكا باش يعرفوا المشاهدين شنو التقنطه اللي ما يعرفوش وشنو هي. لا يديروها زعما يديروا زعما يعطوها قيمه تاع بصح. يعني على الدكان تعرفنا باللي قالوا لنا من جايه قالوا لنا باللي في بيتنا واش يديروا، قالت لنا اطباق تقليديه تاعهم واش يديروا، وقالت لنا كان باللي اربع ايام وهم يديروا فيه. هذيك اللي اتصلت بنا ما على باليش، لا كامل بيتنا اربع ايام ولا غير العائله هذيك؟ نديروا نهارين، نهار زعما ما قبل بنهار، قبل يناير بنهار زعما قديم، وبعد يقولوا لنا من غد يقولوا لنا هذا يناير جديد. يعني كيما احنا راح نديروا غدوه ان شاء الله اطباق تقليديه، ونهار ثلاثه ان شاء الله ثاني راح نديروا اطباق واحده اخرى ويناير ان شاء الله. احنا ثاني راح نديروه يومين في الو شاف، في يناير راح يكون يومين باذن الله مع الشاف ناديه ان شاء الله. والله غير بغيت فاتتني هذيك تاع البقلاوه، ماذا بها باك تعاود لينا تاع العجينه. بقلاوه، البقلاوه العجينه حبتها شاف. 3 كيلات ونص. عجنتي بايدك هذيك عجبتني. فاتوني المقادير، اسكو 3 تاع فارينه وحده تاع سمن ولا 4 تاع فارينه؟ 3 ونص فارينه ونص مايزينا ووحده سمن بصح ناقصه صبع مع حبه بيض، ونلموها بالماء والمزهر. الماء والمزهر. ماء ومزهر ولا فاني وهذاك عطر الزبده والملح مبينين. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. بلا مزيه. راكو في القمه وديروا لنا اطباق ما شاء الله. شكرا. يعطيك الصحة. شكرا حبيبتي. يعيشك. الله يعاونكم. معليش اهداء صغير. طبعا عسالة، تفضلي. نهدي تحياتي لماما وخالتي كامل، لزوجي والحليمة، جواد، عصام، عبد الرحيم، اسماء وبشرى. يعطيك الصحة. شكرا، ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. بقى على خير. سلام. كامل. نرجع لك شاف ناديا. هنا ندير في المونتاج تاع الكغاتان تاعي. واش درت؟ درت اون كوش تاع باذنجان، علاش سميتها لي لازان تاع الباذنجان؟ لي لازان كيما عرفوا نديرهم بلي بات، لكن انا درتو فاصون تاع لازان، نفرشوا الباذنجان في بلاصه لي بات. هنا واش ندير؟ اون كوش خفيفه تاع بيشاميل. البيشاميل كي تخلط مع هاد لاصوص بولونيز الطعم تاعها حيجي رائع، سورتو زدت لها شويه فرماج بلون باش الكغاتان تاعي يجيني بنين. ديرك ما سمعتيش الفرماج؟ راني نشوف كيفاش راكي تحطي فيه. اغفلي اغفلي مع الشيف ناديه، اغفلي. الشيف ناديه معايا كيما هذيك الام ولا الاخت الكبيره اللي واش دير؟ تخبي على وليدها. كولي كولي ما تحسيش، كولي كولي ما تفيقيش، غير تغفلي عليها دقيقه ديرها. دقيقه هذا هذيك الحاجه. نسيت هاد لابيشامين نزيد لها انا فخوماج في هاد الكراتان، يجي بزاف بنين سورتو تاع الباذنجان. سي كراف نسيتيني. نسيت هكا درت سون فاصاج، اكيد عارفه كي نكونوا نزربوا على جال ليميسيون اي تو. واش ندير؟ نزيد طبقه اخرى تاع باذنجان. باذنجان اش قلت لكم؟ ديروه بالطول على حسب لي مول تاعكم احسن، حيجيكم لو احلي اسمه الشكل تاعو يجي خير. هكا يعاوني تما يكون طويل. المول تاعنا راهو بالطول ديجا، وكان جا مدور نديروه دي غوندال. دير
نزيد كيما درت الطبقه الاولى، نزيد الطبقه الثانيه. نستقبلوا اتصال. الو، مساء الخير. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي؟ بخير الحمد لله. وانتم راكي بخير؟ ولا غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. يسلمك، انتم غايه. ولا غير الحمد لله. وانتم بخير؟ تعيشي حبيبتي، يدخل عليكم الصحه والهنا ان شاء الله. كي راكي؟ الحمد لله. سؤال عليكم، وانت يا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي حبيبتي. لاباس. منا كي تصيبينا؟ يعني على الغايه الغرب. تلمسان، ام ريتاج من تلمسان. مرحبا بك، واش راهي ريتاج بخير؟ فرحانين بالنصائح لك وطيبوهم الناس. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. واش حديروا في يناير؟ واش راكم معولين؟ نديروا اطباق؟ واش حتحضروا؟ واش راكم ديروا؟ يناير بالك نديروا البركوكس ان شاء الله. ان شاء الله. طريقه تاع البركوكس تاعكم ديروا كيما دارت هنا ديجا شيف ناديه ولا طريقه مختلفه؟ ما شفتهاش تحت شيف ناديه كي دارته. درتو بالتعمير؟ لا مش نديروا بالتعمير، كاين اللي يديرها بالتعمير. نعم. وان شاء الله نديروا الناك نشرو الصوالح. ان شاء الله. سلمي عليكم بنتي ريتاز. سلمين عليها بزاف بزاف. سلمك يسلمك. نمد اهداء صغير. تفضلي يا سارة. اهداء العائلة تاعي، عائلة بورشليط، ربي يخلي لي ما وبا ان شاء الله. ايه. والاهداء ديالي ثاني العائلة تاعي، عائلة بالواعر. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. شكرا. شكرا حبيبتي. تعيشي. انا معيطت اليوم عاد قبل. هاكي حكمتينا اليوم، نورتينا. الحمد لله. حتى حنا فرحانين بزاف، وبريتاج جاي قدامك نسمعوا فيها سبوسي هنا بزاف بزاف. يسلمك يسلمك. بقى على خير. عليكم صحيح. يسلمك تعيشي، بقى على خير. سلامة اختي. نرجع لك الشاف ناديه. لهنا ندير طبقه بطبقه كيما درت الطبقه الاولى، باذنجان لاصوص بولونيز، بعد بيشامير، ومن بعد باذنجان حتى تكملوا الباذنجان واللحم ديالكم. لهنا كل واحد باش يحب يغلق، كاين اللي يحب يغلق بالباذنجان، كاين اللي يقعد له اللحم بزاف زيدوه هو من الفوق. لهنا واش يقعد لكم غلقوا به لو غراتان ديالكم. لهنا ندير باذنجان نغلق به. ولهنا الطبقات نتوما وما حبيتو، حبيتوه غراتان عالي، حبيتوه يجي خفيف، ديروا غير جوج طبقات كل واحد كيفاش يحب. فوالا. لهنا بورتون درت له الملح وقطرته من الماء مي كامل ما وشرب لي شويه الزيت. هنا الباذنجان تاعي خلاص لي، نكمل هذه الطبقه تاع هاد ديروها هكاك من الفوق. هنا قعدت لي شويه لاصوص هذه بولونيز نضيفها. لهنا هذا حنغلقوه غير بالباذنجان. لهنايا هذا قعدتنا نغلقوه من الفوق. لا للتبدير سي سيغ، لا للتبدير للاخر ما نخلوها عاد. وي لازم. مين فين هذيك الطماطم تاعنا ما تحرقتش ولا لا؟ لا شفتها انا. ايه شفتك راح فيها بيت قصيتك. مازال. دابا هنايا هذا نروح ندير بيشاميل من الفوق. ثاني هذيك لاكلية تعيشي. تفضلي. شكرا. زيد طبقة تاع بيشاميل. لهنا اللي ما يحبش بيشاميل يقدر يستغنى عليها، يدير غير لاصوص بولونيز والباذنجان ويدير لها فروماج غابي من الفوق. شاف بيان سور فروماج غابي اللي يحب يدير، اللي ما يحبش يقدر هذا يغراتيني غير لا بيشاميل من الفوق وهو تغراتينا له لو غراتان. كاين قلت لك اللي الناس تحب دير ريجيم تقول لك ما نحبش عفوا الزيت اي تو، دونك يقدروا غير بالبيشاميل والغراتان تاعهم حمر لهم. والباذنجان قلت لكم اللي راهو يتبع حميه ولا يقول لك ريجيم ولا ما يحبش الزيت واش يدير؟ فرشوا له بابي كويسون، حطوا الباذنجان تاعكم، ملحوه وديروه قطيره تاع زيت زيتون وديروه يحمر لكم في الفوق خير ما تقلوه يشرب لكم بزاف الزيت. هادو الناس اللي يتبعوا حميه. اسمع اللي يديروا ريجيم دو بريفيرونس الباذنجان يديروه في الفوق ما يقليوهش. ميم كاين اللي بلا ريجيم ما يحبش ياكل اللي دام ايتو، يديروه في الفوق ما يقليهش باش ما يشربلوش الزيت. صحيتي. وحنايا واحد فينا ما راه يدير ريجيم. طبعا. لهنا لا بيشاميل نفرشها كامل في الفلوس. لا ثاني شفت كاين ماكله اطباق اللي البنه تاعهم في اليدان هذاك. صح والله. كاين اللي البنه تاعهم صحيه بس تكون في يمي. صح البنه في اليدان. صح البنه باللي مرض على بنه واش لكن البنه تاعهم لا غالب. البنه لا تقاوم. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء الود والياسمين، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وانت هي؟ ولا غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. لاباس الحمد لله مغاير. ولا غير بخير. مين كي تصلي بينا؟ عينت موشن.
مرحبا بك. واش راه نتعي تيموش انت؟ رايعين تيموش انت؟ الحمد لله يا ربي. واش راكم تربوا الوصفات؟ واش راكم ديروا؟ اطباق شابين راكم ديروهم. نعم سلة اطباق وصفات شابين. الله يبارك يعطيكم الصحه. احكي لي على يناير واش راكو حتوجدوا. احنا ماذا بينا دوك نهضروا على يناير لانه راه قريب. ماذا بينا نتعرفوا على يناير واش حديروا وشو ما العدد تاعكم؟ شم طمينا. واش ما فين طيبوا واش ديروا؟ ديروا الشرشم طمينا. شرشم وطمينا. وطبعا هذيك الحلويات والحنه في السهره الاطفال الصغار. الاطفال البنه تاع العيد عندنا في عند الجزائريين تاع المناسبات لا تقاوم في الديار صح ولا؟ غتعطينا اجواء رائعه. اهداء علي تفضلي. اهداء لعائله دربان. ايه الوالديه ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. شكرا الله. شكرا على اتصالك بقى على خير. لهنا نيفين الكغاتا تاعي درتو في الفوق، الفوق كنت شعلته من قبل. يتكغاتينا برك هاد راهو كلش طايب، بشاميل طايبه، لاصوص طايبه، الباذنجان بخاسك طايب. نخلوه غير يتكغاتينا ونطفو له الفوق. لهنا ندورو الحميص ديالنا. الفلفل الكحل والعكري خلاص شاف تحقق في الوصفه. هنا الفلفل الكحل تحقق. العكري ما تحققش. هاو حنايا. نحيي نيفين نطويي لو بون دو طافاي. راكم شفتوا مشاهدينا قلت لكم بمكون واحد راح نديروا عده وصفات. عندك بيدنجال الفريجيدير نوضي ما تشوفيش كامل موراك، ما تكسريش راسك، ديري بيدنجال فرحي العائله بالشلاضه بكغاتا. تقدري ديري حتى التحليه الا حبيتوا تحليه، تقدري تزيدي في التحليه. راكم شفتوا الوصفات مع سلطانه المطبخ اليوم نورتنا. وما كملناش حكينا على لاسوب تاع البارح شاف. لاسوب اتصلت بينا المتصله نعاود نفوت الميساج تاعها لانه كنت ما سمعتيهاش. شافت لاسوب تاع البارح قالت لي ما شاء الله روعه هي والبوريك. قالت لي شهاوني شهاكم بالجنه ان شاء الله. قالت لي شهاوني. كانوا بعثوا لي بزاف على هذه الوصفه. وكنت حابه نعاودها لهم اليوم لكن قلت مره اخرى نعاود لهم المنيو تاع البارح. انا رايحه نحكي معك منا نرجع لك. لهنا واش ندير؟ نقلي الطماطم تاعي حتى ينشف لها الماء. بعد ما ينشف الماء واش ندير؟ ندير الفلفل تاعي. قلت لكم ثلاثه حبات فلفل، انا درت زوج حبات حلو وحده حار. هي هذه الوصفه يجوا فيها ثلاثه حبات حار، مي لا بليبار ما يحبوش الحار. واش درت؟ درت زوج حلو وحبه حار. اللي ما يحبش الحار كامل يدير غير فلفل حلو، لكن البنه تاع الوصفه كي نديروها بالفلفل حار. وعندي ثلاثه حبات باذنجان. الباذنجان قلت لكم نغسلو نمسحو نشويه ونقطعو بلا ما نغسلو. بعد ما نشويه ما نغسلوش باش تقعد لي البنه تاع داك الفومي شغل حاجه مشويه تجي بزاف بنينه. يعطيك الصحه شيف. راكم شفتوا الوصفات تاعنا نهار اليوم. قلت لكم مكون واحد راح نديروا به عده اطباق ونفرحوا العائله. عابنا باللي باذنجان راهو وقته راهو داير حاله. دائما تبعتونا تقولنا ماذا بينا نديروا لنا وصفات بالخضر، عابنا الاطفال ما ياكلوش الخضر. رانا جبنا لكم مكون واحد تقدروا تفرحوا به كامل العائله. وكما يقولوا طبق غني لانه فيه الفرماج فيه الخضر باذنجان ثاني فيه فيتامينات عديده. راح نديروا به شلاضه، راح نديروا به كغاتا ونديروا به تحليه. قلت لكم راح يكون غدوه ان شاء الله عدد خاص باليناير، وغير غدوه ان شاء الله اليوم الثلاثاء راح يكون عدد خاص باليناير. راح نبداو نحضروا التحضيرات في قناه الشروق، راح تبدا من غدا ان شاء الله. بقاو دائما اوفياء لالو شيف. راح تشوفوا عده اطباق تقليديه طلبتوها منا بزاف. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. مساء النور، واش راكي؟ لاباس. راكي بخير؟ ناديه. السلام عليكم. راهي بخير الحمد لله. الحمد لله. واش راكي في الوصفات؟ واش راكي تجربي؟ راني نجرب شويه. كي يكونوا المكونات يكونوا مقادير نكونوا ثاني بصحتنا لاباس نوضوا دائما نجربوا على بالي بها. صح يعطيك الصحه. وما نخافش عليكم على بالي بلي فحلات كامل تجربوا. لا الله يبارك. تفضلي معاك الشاف ناديه. الو مساء الخير ناديه. مساء النور، واش راكي لاباس؟ لاباس وانتيا؟ الحمد لله يعيشك. سؤال عليكم. الحمد لله. الحمد لله. شو ماكي حابه قش طابق؟ يسلمك حبيبتي. لا شكرا على واجبي. صحح ايمانك ان شاء الله. صحه يعيشك. كش ماكي حابه قش طابق؟ كش تحضيراتك وديروهم ليناير قولي لنا. راكي ديروا كلش. انا نديروا كلش. وانتيا واش حضيري ليناير؟ هذا نشوفوا كلش. قلت لك وانتيا واش حتحضري ليناير؟
شخشوخه شخشوخه الله الله ما نجو ناكلو الله يحفظ صحتكم يعيشك شكرا الو انقطع الخط تفضلي يعطيكم الصحه في هذه الحصه انا نشوف فيكم دائما يعيشك ابقوا اوفياء باي باي سعيد باي باي شكرا نبقى على خير سلامة سلامة لهنا واش درت بعد ما شفت لي هذيك طماطم من الماء تاعها طماطم درت لها الملح وفلفل كحل ناكد درت الثوم وطماطم وملح وفلفل كحل ما تخلوش طماطم طيب سامطه هكاك ما تجيش هذه الوصفه بنينه ومن بعد بعد ما نشف هذاك الماء تاع الطماطم واش درت درت 3 حبات فلفل خليط ما بين الحار والحلو ودرت 3 حبات باذنجان مشويين قطعتهم قطع صغيره هذا الحميص قد ما تقطعوا الفلفل والباذنجان صغار قد ما يجي بنين واش درت درت شويه تاع الملح وفلفل الكحل ودرت زيتون كاسيه هذايا مقطع درت شويه اختياري تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش واش درت ثاني درت الحشيش والنعناع عندي الحشيش والنعناع درت كميه قليله باش يمد لي بنه لهذا الحميص درت زيت الزيتون واش ندير نقصلو ونخليه يطيب وراه كلش طايب هنا لكن نخلي المقادير تدي البنه تاع بعضها بعض مثلا الفلفل يدي البنه تاع الباذنجان تاع الزيتون ملح طماطم فلفل كحل ونخليه يتقلى على قانيه كما يقولوا ونجوز ندير طبق الاخر خليه يطلق شويه هذاك الماء تاعو امتي تصوص ونطفيلو حنزينو بالحار مرقد وشويه تاع الحشيش والنعناع النعناع حيمد اختلاف كامل لهاد الوصفه نعناع ماشي بزاف درت وريقه تبرك مع الحشيش حنديرهم للتزيين لهنا درت له زيت زيتون اللي ما يحبش زيت زيتون يقدر يستغنى على زيت الزيتون راكم تشوفوا مشاهدينا الوصفات تاعنا شفتوهم راكم شفتوا الصلصه الحميص هذا اللي راه يدير فيه الشيف ناديه قلت لكم العادة تاعنا خاص باليناير على بان كل منطقة تختلف إلى أخرى في طريقة التحضير تاعهم ليناير وكان يبقاو سمانة من قبل كان يقعدوا ربع أيام كما أنا ما كنت عارفة باليناير يقعد ربع أيام قالتلنا المتصلة أنه ربع أيام يقعد يديروا اليناير واللي من بعدها قالتلنا يقعد يومين حنا راح نحضروا يومين معاكم سألوا شاف بقاو دايما أوفياء وأنا ماذا بنا نتعرفوا ولا كامل واش ديروا العادات تاعكم تقاليد واش تحضروا واش ديروا وشنو مال الاطباق تاعكم الاطفال تاعكم واش ديروا لهم حنا انا خاصه نعرف انه اليناير يتقي يديروا فيه اطباق تقليديه الحلوه الشوكولا لبنه الطمينه الحنه وبعد اذا عندهم طفل صغير عبنا بلي يحطوهم في الجفنه يفرغوا عليهم الحلوه هذه على بالنا بها لكن معنا باليش المناطق الاخرى ثاني يديروها ولا لا انا ماذا بيا اليوم نتعرف على كامل المناطق وكامل العادات تاعكم وكامل التقاليد تاعكم اتصلوا بنا على الارقام اللي دائما ذكركم بها اسفل الشاشه وتقدروا ثاني اتصلوا بنا غدوه ان شاء الله لانه قلت لكم يناير راح يكون غدوه ان شاء الله وغير غدوه ان شاء الله اسمع اللي ما اتصلش بنا ما حكمناش اليوم ان شاء الله يحالفوا الحظ ويحكمنا غدوه ان شاء الله ويشاركنا يناير تاعهم كيفاش يديروه والاطباق اللي راهم يحضروا فيها واش راهم يديروا والتحضيرات كيفاش راهي والاجواء العائليه على بالي الاجواء التحضيرات تاعنا في الاعياد تاعنا خاصه عند الجزائريين عندها جو خاص وطعم خاص ماذا بيا تشاركونا هاد الاجواء تاعنا كيما حنا راح نشاركوكم الاجواء غدوه ان شاء الله وغدوه ان شاء الله شاركونا نستقبلوا اتصال الو مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام واش راكي لاباس لاباس الله وانتوما واش راكم ولا غير بخير الحمد لله معك بشرى من حجوط مرحبا بك مرحبا ناس حجوط بشرى من ناس حجوط لاباس لاباس العائله كامل بخير لاباس الله الحمد لله وانتوما ولا غير بخير الحمد لله سوال عليكم الحمد لله كاش تحضيرات كاش معكم ديروا نورم عادي احنا عوايدنا يقولوا نهار 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 حشيش ونهار عيش ايه نهار ريش عجبتني هذي عجبتني فهميها انا النهار يديروا الحشيش يديروا الكبيرات اه ونهار يديروا العيش بالكوكس بالكوكس ايه نهار يديروا ريش يديروا الدجاج عرب يعطيك الصحة معلومة انا تعرفنا عليها مع بعض نبي نحضيها هذه نهار حشيش نهار عيش نهار ريش ايه هذه حفظتها واش من المنطقه حجوت يا الناس الله يبارك حجوت اتصلتي بينا وقلتي لنا كلمه رانا استفدنا منها ورانا حفظوا فيها انا والشاب على بالي اللي كيف تكامل ومتصل كامل عمي شفا ولا تسمى انتم ديروه 3 ايام ايه حنا شناوا ايه 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 وحبه نطلب من الشيف ناديه دير لنا مقروط تاع الكوشه ان شاء الله كاين حصه سبيسيال تاع مقروط ان شاء الله ان شاء الله هذا ما كانش راكي حابه هذا ما كان يعطيك الصحه شكرا شكرا على خير صحه يعطيك الصحه ماشي
احسن منك. يعني كاين شاف لي يديرها 4 ايام، كاين لي 3 ايام، كاين لي يومين. دوش قاتلنا نهار حشيش نهار عيش ونهار ريش. هذه ما حاش نديروها 3 ايام، انا حنديروها يومين ونحاولوا نديروا فيها الحشيش والريش والعيش ان شاء الله. انا غدوه حندير تحضيرات ليناير، غدوه ما حش يكون طبق ولا، لكن حنديروا تحضيرات، مثلا حندير الرفيز، حندير شحال من حوايج اللي نوجدوهم لنهار 3، سورتو لي زونفو حيديروا لهم جوبونس حفله في المسايد اي تونيفيل، دونك ماذا بيا ندير لهم هكا عفايس اللي يقدروا يدوهم الدراري معاهم للحفله تاع المسايد. نولوا للتحليه تاعنا لهنا. تحليه واش فيها؟ هذا معجون الباذنجان كان طلباته مني مرا كبيره في الموسم السابق، ما ساعفنيش الحظ باش نديرو، لكن انا درتو لها لهنايا. علاش ما درتوش الموسم السابق؟ لانه لازم هذا المعجون يندار بالباذنجان الصغير، لازم اصغر من هذايا، لكن حنا ما عندناش الباذنجان الصغير، عندنا هذه هي صغيره كامل الحبه فيهم. حاولت ندير بها الباذنجان لهنا. الباذنجان واش ندير له؟ نقيه البارح في الليل، معناتها لافاي نقيته ودرت له ملعقه كبيره تاع بيكربونات وملعقه تاع ملح. سمعوني مليح، البارح في الليل نقيته درت له 10 قارص ملعقه بيكربونات وملعقه ملح كبار هذوما، ولازم تخلوه يعوم في الماء، ما لازمش يخرج هكا الوجه تاعو باش ما يكحلوش. واش ندير؟ نغطيه ونعبز عليه مليح باش يدخل كامل في الماء. نطفي الحميص تاعي، راه واجد، شوفوا الحميص تاعي راه يشهي بزاف بنين هذا الحميص تاع الباذنجان. حاولوا ديروه، المقادير تاعو شتو راهي خفيفه، اللي ما يحبش الحار ينحي الحار في هذه الوصفه. لهنا واش عندي؟ قلت لهم كيلو باذنجان نقيته درته في الماء، درت له ملعقه بيكربونات ملعقه ملح. غدوه من داك واش ندير؟ هذا الماء اللي خرج لي منه شوفوا حيخرج لي كحل. علاش يديروا له الماء؟ باش ينحوا له واحد البنه في الباذنجان ما تجيناش باسكو راهو حلو، ونحوا له هاد الكحوليه. شوفوا الكحوليه تاع الباذنجان كامل راحت. نقطروا من هذا الماء ونديرو يطيب في ماء مغلي عادي. لهنا بعد ما تقطروه شلوه، انا نسيت ما شللتوش، باش نحولوه هذاك لوغو تاع الملح. شلوه مليح وديروا الماء يغلي وديروه يطيب فيه. لهنا اللي لقات باذنجان صغير من المستحسن. هذا المعجون تاع الباذنجان يديروه بزاف المشارقه، يديروه بزاف الاتراك، لانه عندهم هذاك الباذنجان صغير، لكن حنا ما عندناش. لا واش ديروا؟ حاولوا تشوفوا الباذنجان اللي ما فيهش زريعه. شوفوا انا حبه تاع الباذنجان تاعي صغيره ما فيهاش زريعه، باش هاد لا كونفيتور تجيكم مليحه. واش ندير؟ نقطع الباذنجان تاعي قطع كيما راني حبه، حبيتو قطع صغيره حبيتو قطع كبيره، انا حبيته هكا على شكل طولي. قلت لكم شوفوا خيروا الباذنجان اللي ما فيهش زريعه، هو اللي يصلح لكم للمعجون، لانه كان يكون فيه زريعه ما راحش تصلح لكم هاد الوصفه. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، وانتم راكم ملاح؟ ولا غير بخير الحمد لله. سؤال عليكم. انا صبرينا من زيرالدا. مرحبا بك، واش عامله زيرالدا بخير؟ انا صابره الحمد لله. سؤال عليكم. ولا غير بخير الحمد لله، الحمد رايك. باش نشكركم على هذه الحصه. لا شكرا على واجب. واكي شابه 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 بزاف. يسلمك تعيشي حبيبتي، عينيك لي شابين. يسلمك، سورتو الاندوليلا كي دارته. شتي بدلني شويه. بدلت. بدلتي، بقاي هكا بقاي هكذا. هايا خلاص ما يكون لا خاطرك. حبيت الشيف نادية تقدم لي طبق تاع البوجغللو. هاي معاك تفضلي. كل خير، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يعيشك، صافا وانت يا لاباس؟ ولا الحمد لله. نديروا لك بوجغللو بشرط انت تروحي تصيديه تجيبيه لنا. احنا عندنا البروبليم تاع عندنا والزوج تاعي واش يحبوا. هيا خلاص مالا، وين انت تسكني تجي نداه؟ زيرالدا زيرالدا جاي. ما كاينش بعيده عليا، بجار معنا. كاين بزاف شنو الوصفه نعطيها في الثوم والطوماطيش، حبيت وصفه. هي هذه هي الوصفه تاعو، كي سيو سيو يتفنوا فيه يديروه شويه بلا كريم فريز، عفوا بالبيشاميل. الوصفه تاعو سي توم وطوماطيش، يجي اون صوص روج. كاين اللي يحبوا يتفنوا فيه شويه داروا له لا بيشاميل، ولا ديريه بلا كريم وتوم، كريم فريز وتوم، وشويه معدنوس من الفوق. ما عندوش بزاف وصفات هو. صحيح تعيشي. يسلمك، لا شكرا على واجب. معليش اهداء صغير. تفضلي. اهدي تحياتي عائله الدغيم ولا فامي عيدات. ان شاء الله يكونوا سمعوا الاهداء تاعك، يعطيك الصحه. صحه، ايبقى على. شكرا، سلامه.
لهنايا الباذنجان شوفوا كيفاش غطيته البوشون تاع عفوا الغلاق تاع القدره، ما لازمش يكون كبير قيس القدره باش يدخل لي ونغطس هذا الباذنجان لداخل، يسمى باش الباذنجان ما يطلعليش من الفوق تاع الماء. لهنا واش ندير؟ نحضر ان سيغو، في كيلو باذنجان عندي 800 غرام سكر، هاد 800 غرام سكر واش ندير لها؟ ندير لها الماء وندير لها عصير تاع زوج حبات ليمون، هاد المعجون يحب بزاف العصير، عصير تاع زوج حبات ليمون، نديرهم يغلي، بعد ما يغلي هاد الباذنجان واحد 10 دقائق ولا نرمي له هاد الماء ونعاود نرد هاد الباذنجان يطيب لي في لو سيغو. الباذنجان وقتاش نعرفوا له بلي طاب؟ نقصوا له ونخلوه يطيب حتى نحسوا الحبه تاعنا دبالت، وكي ندخلوه بالموس تلقاوها طابت، تما نطفيو الباذنجان تاعنا. لهنا التزيين اختياري، حندير له شويه بيستاش من الفوق ولا شويه لوز ايفيلي. لهنا نجيب اون كاسرول ندير فيها، نشوف نعيمه تجيب لي وحده كبيره ولا بنجان ندير فيها لو سيغو تاع لا كونفيتور. معليش ندير في هذايا حتى تجيب لي نعيمه. هاني انا جاي. جيب لي اون كاسرول كبيره ولا طنجره باش ندير فيها المعجون. واش حقي شاف؟ تحب بزاف عصير الليمون شي تحب ضروري فوالا. هيا نجيب حاجه نحي فيها هاد العظام. تفضلي ديري هذيك الصغيره، واش خصك بك من نعيمه؟ كسرونه كبيره على هذه ولا هكا قدرة ندير فيها لا كونفيتور؟ نعيمه من فضلك كسرونه كبيره، حضري لا كونفيتور. راح نجيب لك كسرونه ونرجع. ندير عصير تاع زوج حبات الليمون، هاد الوصفه ضروري فيها الليمون، عصير الليمون. لهنايا واش هما المشارقه ولا في صغيره شويه؟ جيبوا لي حاجه هكا كبيره. ماذا بينا وحده قدره كبيره كيما هذه ندير فيها لا كونفيتور. هما يديروا لاسيد سيتريك، لكن انا نزيد لاسيد سيتريك، وعندهم ثاني واحد الملح نسيت اسمه يديروه بزاف لي كونفيتور، لكن انا هذا الشيء نعوضه بعصير الليمون، ماشي نص حبه او ماشي حبه، زوج حبات يكون العصير تاعهم مليح باش هذاك لو سيغو وهذيك الباتن كما نعرفوا الباذنجان يكحل يكحل، يسمى لازم لنا العصير تاع الليمون. راكم شفتوا الكغاتان تاعنا راهو في لو فور دوكا، رانا مع المعجون تاع الباذنجان اللي طلبتوه بزاف، والشليطه تاعنا ثاني راهي واجده، راني نشوف فيها ديجا راهي تشهي. يعطيك الصحه ونشهيكم في الجنه. قلت لكم غدوه ان شاء الله عاد راح يكون، قالت لكم شفنا دي عاد راح يكون خاص بالتجهيزات، راح نديرو غدوه ان شاء الله تجهيزات، ما كان لا اطباق لا والو، راح نديرو تجهيزات كما قالت لكم، على بالنا بلي كاين اللي يديروا حفلات في المدارس ماذا بهم يعرفوا وصفات واش يديروا، تلف لهم واش يديروا، واش يعطوا لولادهم يديو معاهم. حنا غدوه ان شاء الله نديرو لكم تجهيزات وتحضيرات تاع يناير، راح تكونوا معنا راكم تشاركونا نتوما. قلت لكم راكم ديروا يناير في دياركم، حنا في الوشيف راح يدير يناير ثاني معاكم في التحضيرات وفي الوصفات تاع يناير. شوف نحجب لك صونه ونرجع. لهنا نولو لاموس تاع الباذنجان. واش عندي هنايا؟ يعني لاموس تاع الباذنجان المقادير تاعها ساهلين، عندي باذنجان شويتو هاويك شويتو، قلت لكم ما نغسلوش، نحب نخليها شويه هاد القشور حيمدوا لي الطعم تاع لو فومي، هذاك شغل الحفصه تحرقت تجي بزاف بنينه. عندي 3 حبات باذنجان، عندي 3 سنينات ثوم مسكرفجين، عندي فخوماج لهنايا، عندي قطع تاع فخوماج لهنايا على حسب شحال درتو الكميه، عندي ملعقه تاع الطحينه. هاد الطحينه تقدروا تشروها كم تقدروا تخدموها. كيفاش نخدموها؟ نديروا كميه تاع كاس تاع جلجلان، نحمصوه على نار قليله، هو يتحمص ويتلقف الزيت تاعو وهذيك الريحه تاعو تزيد تطلع، يولي الطعم تاعو يجي بزاف مليح. واش ندير؟ نحمص هذاك الباذنجان عفوا نحمص هذاك الجلجلان. بعد ما نحمصو نديرو في الغوب ونرحيه، كي نرحيه نضيف له ملعقه ولا تنين تاع زيت باش يطلق لي هذاك الزيت، نقعد نرحي 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 حتى يولي لي اون فات ليكيد كيما راكم تشوفوا الطحينه. صافي خلاص درت هذه صغيره هي بصح معليش، لكن بغيري بدلي خلاص هنبدلو زوج خطاعات سي بون الوقت يداهمنا. ماذا بيا بقي ما نذكرونا شحال بقى لنا الوقت شحال جاب لابي لو خلاص سي بون حمر لو تخوك انا نروح ليه دير هاد لو سيغو برك يطيب. من فضلكم 5 دقائق بقى لنا شاف 5 دقائق جاب لها بين دوك نشوف لك ونقول لك لو غراتان خلاص واجد راح يشوفه. قلت لكم غدوه ان شاء الله ابقوا دائما معنا اوفياء، لانه غدوه ان شاء الله تحسوا بهذيك الاجواء تاع التحضيرات كما راكم تحضروا انتم في داركم، حنا رايحين نحضروا معاكم منا انتم تحضروا وتوجدوا
قلت لكم دائما يناير فيه حاجة جديدة، حاجة خاصة به، كما العيد عنده العيد الصغير عنده القطو تاعو، العيد الكبير نوجدو الموس تاعنا، نوجدو الحالة تاعنا، لكن يناير نوجدو الزيت تاعنا تقليدي، نوجدو الثاني حتى التحضيرات تكون تقليدية، خاصة نجبدو الأطباق التقليدية باش تجي مع الجو تاعنا تاع يناير. غدوة إن شاء الله راح نحضرو، ما راح نديرو أطباق، ما راح نديرو وصفات، ما راح نديرو والو، راح نديرو الرفيس، نديرو هاد العفايس الخاصة، راح نخليها لكم مفاجأة، ما حبش الشيف نقول لكم مفاجأة، راح نخليها لكم تتعرفوا عليها غدوة إن شاء الله، لكن راح نديرو رفيس، نديرو هاد الأطباق، هاد لي جاتو اللي يكونوا في يناير، راح نحضروها غدوة إن شاء الله معاكم، باش نهار ثلاثة تشوفوا المفاجأة الكبيرة تاع يناير الخاص بآلو شاف. وين راكم نعمل اتصالات مادا بيا كامل نتعرفوا عليكم شحال ديروه من نهار، واش تحضروا فيه، واش توجدوا، كيفاش. نيفيل غاتا حرقني سبقتان نجرب. سمح، نجي نعاونك نجبدوه شاف؟ بون سافا. لها وليك لو غراتان تاعنا كيما راكم تشوفوا فيه يشهي، مازال ديجا يغلي كيما راكم تشوفوا فيه، راهو يشهي يشهي، الشكل تاعو رائع. لهنا يحبوا يديروه كيما درت انا انديفيديال ولا يديروه مول كبير. تقدري تغلقينا طبعا. شكرا. لهنا واش قلت لكم، هذا نخليه واحد 10 دقائق كيغلي، نصفي له الماء، لو سيغو كيغلو يغلي نضيفو على الباذنجان ونخليه لا كونفيتور تاعي طيب. لهنايا نجوز نحضر هاد لاموس تاع الباذنجان، واش ندير فيها؟ قلت لكم 3 حبات باذنجان، نتوما على حسب افراد العائله. كنت شويتو لهنا الباذنجان. شاف اليوم ما عاونتك في والو، غدوه ان شاء الله باذن الله نعاون. ان شاء الله غدوه ان شاء الله التحضير تاع لهنايا نساعد فيها. شكرا. على بالي بلي تحبي تخدمي اليوم غير كنتي لاتيا، كنا نعرفوا بهم بال الفلاطو ديالنا. الفلاطو تاعنا نوريه لكم شويه، الفلاطو تاعنا طاوله التقديم تشوفوها، تشوفوا الكوتي الاخر تاعنا. لهنا واش درت، ندير ملعقه تاع طحينه، هاد الطحينه قلت لكم جلجلان، حمصوه ورحوه، بعد ما ترحوا يولي لكم عجينه زيدوا له واحد زوج ملاعق ولا ثلاثه زيت باش يولي لكم ان بو ليكيد. عندي 3 تاع سنينات تاع الثوم، وعندي فرماج بلون. فرماج بلون لهنايا على حسب ماكو حابين، انا درت قطعه قيس واحد 100 غرام هكاك، وانتوما في الدار ديروا واش عندكم. بيان سور اه 100 غرام ماشي بزاف، ماشي بزاف، واحد 100 غرام هذا وين تفكرت علاش كتقولي ماشي بزاف. لهنا واش ندير؟ عصير تاع حبه تاع ليمون. 100 غرام دي شوفيها بول انايا تاع فرماج. فهمت هذا وين فهمت، كنتي تقولي ماشي بزاف قلتي صح ماشي بزاف ولا شنو؟ ماشي بزاف عليا انا. عليك انت يا فوالا. واش ندير؟ عصير تاع حبه ليمون، الباذنجان يحب الليمون. لهنا واش ندير؟ نحي هاد العظام اللي طاحوا لي هنايا، لانه كون نرحيهم لوكو تاعهم حيجيني مر في هاد لاموس ديالي. صحيتي. واش ندير؟ هاد لاموس نميكسيها بلو بغا، ميكسيها مليح حتى تولي لي خليط ان ليكيد. واش ندير؟ اللي يحب يضيف لها كريم فخاش يطلع كريم فخاش ويضيف لها كريم فخاش، اللي ما يحبش يقدر يخليها هكا. انا هنا حنخليها هكا، نميكسيها بيان ونديرها في دي فيغين، نزينها من الفوق بمعدنوس ولا بويقه تاع نعناع، لكن اللي يحب يجي تجي خفيفه اكثر ولا عنده اي مناسبه ولا تقدري تميكسيني فين. اللي عنده اي مناسبه ولا واش يدير؟ قلت لكم يطلع كريم فخاش ابار ويزيدها لهذا الخليط، حتجيكم خفيفه وتجيكم كميه كبيره. لهنا نصفي الباذنجان ديالي. تفضلي. ان شاء الله مش سخونة. لا عدلك مش قدرت تجوزي. لهنا بعد ما صفيت الباذنجان من هذاك الماء، لهنا الباذنجان ماشي لازم يطيب، غير يغلي باش نزيدو نحولو هذيك الكحولية. واش ندير؟ نضيف له هذا لو سيرو. لهنا درت 800 غرام ماء سكر عفوا، درت له عصير تاع زوج حبات ليمون، والماء درت عادي قسميت السكر. واش ندير؟ هاد لو سيغو نفرغو فوق هاد الباذنجان. لهنا لازم السكر تاعكم يكون داب مليح، نفرغو فوقه ونخلي الباذنجان ديالي يطيب. الباذنجان كما تعرفوا ما فيهش الروح، كي يطيب شاف خلاص ديري فيه برك لا كونسيستانس. شوف صافا هاي لك لا كونسيستانس تاعو.
لهنا اللي يحب الباذنجان حي يعشق هذه الوصفه. قلت لكم لا عندكم مناسبه ولا حبيتوا ديرهم في دي فيغين ولا حكموا كريم فريش طلعوها مونطيوها كاس كريم فريش طلعوها اون شانتيي ولا طلعوها اون لاج كما يقولوا وضيفوها لهذا الخليط وعمروها في دي فيغين طعم تاعها حيجي رائع. الحميص تاعي راهو واجد نرافقو غير بشويه زيت زيتون والحشيش والنعناع غاتا تاعنا واجد خصو غير كالكو ترونش سيترون لا موس راهي واجده لا كونفيتور قلت لكم ما بقالهاش بزاف طياب قيس ما يعقد شويه هذاك لو سيغو ونحيه. يعطيك الصحه شاف مشاهديناكم شتو الوصفات لنا رجعنا لكم بعد الفاصل القصير. كما راكم تشوفوا الطاوله تاعنا راهي تشهي وراهي معمره ما شاء الله مكون واحد برك في الباذنجان. رانا درنا شوفوا الطاوله تاعنا كيفاش معمره. يعطيك الصحه شكرا نبينا. يعطيك الصحه انت يا لاله فكيني هذاك الحصه صح ما عاونتنيش اليوم اي ما عاونتش هي دخلت لي ما ديرليش قفه تاعي انا يا لاله. يعطيك الصحه. عندنا غراتا تاع الباذنجان راكم تشوفوا مقادير بسيطه درنا بها طاوله تشهي غراتا تاع الباذنجان شفتوا جميع ايزيتاب كيفاش درناه درتو هكا كبيركم تحبوا ديروه انديفيديوال تحبوا ديروه معاكم الخدمه باش تفطروا به تحبوا كل واحد ياكل لاباك تاعو باش ما يخسرش ديروه انديفيديوال. الحميص تاع الباذنجان هاوليك يشهي تزيين خفيف شويه حشيش ونعناع حبه حار وشويه تاع الزيتون. هذيك لاموس اللي درتها هاي ليك درتها في دي فيغين تحبوا ديروها في صحن ديروا لها شويه تاع زيت الزيتون. هاد لي بروشات اللي درتهم حيمت فرماج بلون عادي درتهم دي بول ورمتو في الجلجلان والسانود زينت بهم لي فيغين تاعي. كون نقدر نديرهم هكا في دي كويير ابيغيتيف كي تكونوا حديروا مناسبه ولا حديروا ان بوفي تقدروا ديروا دي كويير ابيغيتيف هكا ولا كونفيتور تاع الباذنجان. بون انا مازال ما عقدتليش لانه الوقت ضيق في الدار خلوها تاع لو سيغو يعقد لكم مليح. انا درتهم هكا براج وانتم في الدار طيبوه كما تحبوا قطع صغيره ولا دي غوندل. يعطيكم صحة. شكرا نيفيل شكرا كامل ليكيب تكنيك حمزة في الصوت رضوان كسري المخرج الرائع المايترو الفنان محمد لامين جنادي وانت يا نيفيل فوفا لا ماكيوز ونعيمة المساعدة كما يقول الشيف هشام كلمة تاعو مخرج ماشي داير. مشاهديناكم شتو وصفاتنا اليوم موعدنا غدوة ان شاء الله في عدد خاص يناير. كونوا اوفياء وبقاو لانه راح نستفادوا ونتعلموا بزاف مع بعض ونحضروا مع بعض شوية اجواء جديدة بقى على خير.